اهلا بكل السادة المشاهدين اللي بيتابعونا وبيشوفونا على شاشة القناة الأولى والفضائية المصرية من التلفزيون المصري. حلقة جديدة النهاردة من برنامجنا الشهير أكلة أمي. النهاردة المطبخ بتاعنا فيه شوية بساطة وسهولة. شيخ المحشي. شيخ المحشي إزاي نطلق عليه شيخ المحشي؟ بالتأكيد يستاهل. ده بتنجان عروس بنحشيه لحمة مفرومة من غير رز ولا خضرة وشوية مكسرات. بتنجان لحمة مفرومة وهنعمله فتة. هنعمله فتة بالزبادي. طبعا هنا الموضوع ما فيش شوربه لحمه ولا اي حاجه، بس هنشوف نعمل ازاي طبق فته لطيف وجميل بشيخ المحشي اللي هو البتنجان. معانا النهارده فطاير، مش هخليك تعملي عجينه ولا تستنى علينا التخمير خالص. معانا التوست الجميل ولكن لازم يكون طازه وطري، ونشوف ازاي نعمل الفطاير بالزعتر واللبنه، حاجه لطيفه تفطري بها الصبح وجبه عشاء مع حته بطيخه زي الفل تمام. معانا كيكه النهارده انا مسميها الكيكه الشقيه، كيكه من غير بيض، هتاخد زبده هتاخد حليب هنشوف نعملها مع بعض ازاي ونستغنى عن البيض، لان في بعض الافراد او بعض الناس مش بتحب وجود البيض في قلب الكيكه. بعد ما بتستوي الكيكه بتبقى ريحه البيض في قلب الكيكه، فخلونا ازاي نعمل كيكه النهارده من غير بيض وتبقى برده لطيفه وجميله ونشوفها مع بعض. ممكن نقدم معاها فروت سلطات حسب الرغبه. حلقات النهارده فيها تفاصيل، فيها معلومه غير معلومه، وبطريقه بسيطه كمان وبدون تكلفه. لازم ابدا بالكيكه. الكيكه هنشوف نعملها مع بعض ازاي بطريقه بسيطه وسهله. مكوناتها على الشاشة، كوبايتين دقيق، واحد كوب من السكر البودر، معانا بشرة برتقان، ومعانا عصير برتقان، ومعانا بيكنج باودر معلقتين، وخلص الكلام. والزبدة بتاعتنا هي التركية بتاعت الموضوع. حلو الكلام؟ المقادير على الشاشة بسيطة وسهلة. تعالوا نشوفوا نعمل ازاي كيكة البرتقان بدون بيض، ولكن هتاخد زبدة هتاخد حليب حلو قوي. أول حاجة عندي في المقادير زبدة وسكر بودر مع بشرة البرتقال. المكونات دي، الزبدة هنا أنا حطيتها على النار سيحتها، مخرجنا الجميل دي هي التركاية. الزبدة لما تيجي تسيحها يا ست الكل بتحط لها معلقتين من الحليب أو كمية الحليب اللي أنت هتستخدميها، دي مهمة جدا على فكرة علشان الزبدة ما تتحرقش منك، وتسيح وتستخدميها زي ما انت عايزه، بتعملي صينيه بسبوسه، بتعملي كيكه حسب الرغبه. ادي الزبده معانا هي زي الفل. دي الزبده مقاديرها لوحديها اهي. وحطيت على الزبده الفانيليا، الله عليك يا عم الشيف. وحطيت على الزبده فانيليا. زبده وفانيليا وشويه حليب، سيحتهم كده على النار بالشكل ده كده، دي جاهزه معايا. هناخد السكر البودر هنا. نعم يا غالي. السكر البودر غير السكر الخشن، سؤال حلو قوي. ليه سكر بودر مش سكر خشن كالعاده؟ الكيكه بتاعتي ما فيهاش بيض، فوجود السكر الخشن مع البيض بيساعد على ذوبان البيض وعمل الرغوه بتاعته اللي بتخليه يبقى معايا هش. انا حطيت قشره البرتقال مع السكر البودر، بنزل بالزبده السايحه، حلو قوي، واقلبهم مع بعض. اللي طبعا اللي هيفتح التلفزيون دلوقتي وجاي متاخر، شي بيعمل ايه كيكه بالبرتقال بدون بيض؟ على طول هيجي على تخيلنا ان دي ده مكوناته فيها بيض بالشكل ده كده، الطبيعي حتى المخرج افتكر ان في بيض هنا. دي زبده ساحت مع حليب مع فانيليا، حطيتها على سكر بودر، الدوبان شغال زي الفل، دي خطوه اولى. حلو قوي. اقلب كويس. ده بالسكر مع الزبده مع الفانيليا، نشوف القوام كده عامل ايه. هو ده. شفت؟ هو ده القوام. بننزل هنا بشويه عصير برتقال. كيكه حلوه الصبح، جوزك مستعجل ونازل على الشغل، شريحتين كيك حلوين كده لطاف مع كوباية القهوة بتاعته أو كوباية الشاي كده، صباح فل وجميل. دي مقادير خليها على جنب. المقادير الأخرى التانية، كوبين من الدقيق بنحط عليهم البيكنج باودر، ونقلب البيكنج باودر مع الدقيق ونتأكد من الخلط جيدا. تقليب البيكنج باودر مع الدقيق. زي الفل يا عم الشيف. الاتنين بنعرفهم على بعض.
حلو الكلام. معانا مقدارين او شكلين او جزئين، جزء سوائل وجزء التاني مواد جافه اللي هو الدقيق والبيكنج باودر، وللامانه مع رشه ملح صغيره، ونسيبهم على جنب كده علشان التركية اللي جايه مهمه كمان. ايه يا عم الشيف؟ اتاكد من ان الفرن بتاعي درجه حرارته 180 وجاهز، امن عليه تمام زي الفل. يعني وارد ان الفرن ما يكونش جاهز، خلي المقادير زي ما هي كده لغايه لما يسخن. في بعض المشاكل بتحصل معاك في المطبخ انك تخلطي الاثنين على بعض وتتفاجئ ان الفرن مش سخن او مش جاهز، فبتنتظري حتى الفرن يسخن. هنا البيكنج باودر بيفقد شخصيته، ما بيقدرش يلعب الدور اللي هو مقام بيه او الدور المكلف بيه اللي هو هشاشه الكيكه ورفعان الكيكه وتبقى معاكي هشه وزي الفل. فلما وجوده في المواد السائله بيهدى خالص وخلاص وظيفته بتنتهي. فلازم الفرن هنا تبقى درجه حرارته 180 وجاهز قبل ما اعرف الاثنين على بعض. دي حاجه. الحاجه الثانيه، معانا القالب اللي هنحطه في الفرن يكون جاهز ومتحضر، بتتهنيه زبده او سمنه مع شويه دقيق بالشكل ده كده. اللي انا بقوله ده بيحصل معاكي في المطبخ وبتلاقي نفسك غرقانه في شبر ميه. اهو ادي القالب، دهناه زبده او سمنه وحطينا فيه دقيق وجاهز معايا. بس ابدا اعرف الاثنين على بعض كده بقلب جامد، ما عنديش اي مشكله. هاخد الاثنين مع بعض، ننزل بالسوائل دي كده، الله هو ده، ونقلب سريعا. وانا شغال عايز اقول لحضراتكم كده على تركاية ازاي تعرفي البيكنج باودر شغال ولا مش شغال، تاريخ صلاحيته شغال ولا مش شغال، فعال ولا مش فعال. بتجيب شويه البيكنج باودر بتحط عليهم شويه ميه ساعين، اي ميه ساعيه، يعني ميه من الحنفيه، فار معاك زي الفوار كده اللي بناخده مثلا في ساعه لما يكون عندنا مشكله مع الكولون، اعرف ان البيكنج باودر زي الفل تمام مفيش مشكله منه. خلي بالك يعني طبعا لو انت حسيت او شكيت ان هو موجود بقاله كتير في المطبخ عندك، طبعا البيكنج باودر ما تحطش في التلاجة، وتحط في مكان فيه تهوية مش مكان عشان الرطوبة. الحاجات دي مهمة، هو والخميرة عشان تقدر تستخدمهم اكتر من مرة، ده مطلوب. بيكنج باودر خميرة، الخميرة ممكن تشيلها في التلاجة مفيش مشكلة. هناخد القالب بتاعنا الحلو ده كده، والقالب غالب، ونحط المقدار ده كده مع بعض. عندك بقى شويه فروت سلط تحضريهم، عندك مانجا، هتطلع من فرن الكيكه الحلوه دي بعد ما تستوي ممكن نسقيها عصير برتقال، ده اختياري بقى. عندك عصير برتقال هتسقي لي الكيكه وهي سخنه، تقوم تشرب البرتقال، ممكن تخليها عادي من غير عصير برتقال. انا بديك فرصه انك انت تبدعي وتبقي احسن مني، لان هدفي انك تقف في المطبخ زي ما قالت الست ام كلثوم، واثق الخطوات يمشي ملكا. تبقى واثقه من نفسك كده، يجيلك ضيوف، تعملي عزومه، ولادك حب ياكلوا حاجه من ايدك، الحاجات دي كلها تعمليها وانت ايه زي الفل. هنسوي المقدار ده كده، وناخد الكيكه الحلوه دي في قلب الفرن يا عم الشيف. ودايما يقول لك يا عم الشيف الميه تكدب الغطاس، بتعرف تعوم انزل عوم. الكيكه هنا شايفينها مع بعض، مخرجنا الجميل جايبها بالشكل ده كده، هندخلها الفرن بالشكل ده كده ونشوفها هتبقى شكلها ايه، هتطلع هتنزل احنا مع بعض. نظبط فرننا كده، ويلا يا ست الكل مع السلامه. نبص عليها كده نظرة الوداع، حلوة وكيكة مكوناتها بسيطة وسهلة لا تتعدى أصابع اليد الخمسة، ولكن من غير بيض. قول لي الكيكة أخبارها إيه؟ المال الحلال ربنا بيبارك فيه. تتحرق مين يا راجل يا طيب؟ آدي الفتة بتاعتي الحلوة بنجهزها، خلونا نطلع الكيكة نبص عليها كده. طبعا أنا غطيتها عشان تكمل سواها. بص على الكيكه الحلوه في قلب الفرن ما شاء الله. هعمل حركه لطيفه دلوقتي، هسقيها برتقال، هسقيها برتقال واحط على وشها شويه سكر بودر حلوين. اللهم صل على النبي. حلو،
لا اللون ده ما يقلقكيش اهو. حلو الكلام. بنعمل ايه يا عم الشيف؟ معانا عصير برتقال. يا سلام، اسمع الصوت الحلو ده كده، اسمع الصوت ده كده، هو ده هو ده هو ده اهو. الميه تروي العطشان، عصير البرتقال في قلب الكيكه، كيكه بالبرتقال وجواها برتقال وشربانه برتقال وعطشانه برتقال. هتشرب كل ده ما تقليش. الله الله على شريحتين من الكيكه الحلوه دي كده. فطار الصبح فيتامين سي بطريقه غير مباشره، سيبها لما تشرب ما تستعجليش عليها. تحطها في الثلاجه، ممكن تحطها في الثلاجه عادي بقلب جامد. تعالي يا حلوه كده زي الفل. رشه سكر كمان حلوه. الكيكه معانا. كيكه بالبرتقال، شربانه برتقال، غرقانه في البرتقال زي الفل. تفاصيلنا صغيره ولكن لنا هدف كبير. ازاي تقف في المطبخ تعملي حاجات حلوه لاولادك؟ فته، شيخ المحشي، كيكه بالبرتقال، فطاير التوست الجميله الحلوه باللبنه والزعتر. مطبخنا على شاشه القناه الاولى دائما وابدا، وما زلنا ان شاء الله تعالى فيه الرؤيه والابداع والفن. منين؟ من ماس بيرو.